لمباريات القمة طابع مختلف، مواجهة الزمالك والأهلي خارج التوقعات، مباراة لا تخضع للحسابات، أجواء الديربي تفرض نفسها على الجميع، الهتافات والذكريات والمهارات والأهداف والبطولات هي أجمل ما يميز تلك المباريات، لكن تبقى الروح الرياضية أهم من كل ما فات. مواجهة القمة تعبر عن سباق تاريخي بين الزمالك والأهلي، تلخصه مباراة ليعود الفريقين تحت مظلة المنتخب المصري. الصراع التاريخي بين الفريقين يمثله اللاعبون على أرض الملعب والأجهزة الفنية خارج الخطوط، والجماهير في المدرجات وفي الشارع وفي المنزل وأحياناً في العمل. وإذا قررنا أن نعقد مقارنة، فإنه بعد كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز نرى اللاعبون يتوجهون للجماهير، يستقبلون تشجيعهم بعد كل مباراة. العلاقة الطيبة بين اللاعبين تنعكس على الجماهير، والكل يؤدي دوره بإتقان. وإذا عدنا بالذاكرة لمباريات القمة زمان، ستجد الروح الرياضية هي سمة المباريات، لأن الرياضة تسمو بالأخلاق. تنافس شريف من أجل إحراز البطولات هي صورة نتمنى تكرارها في كل المباريات، بالرغم من الصراع المحتدم بين القطبين على الألقاب. والحقيقة الثابتة هي أن التنافس بين الزمالك والأهلي يصب في مصلحة الكرة المصرية، لتستمر ريادة مصر العربية والإفريقية، وتبقى مواجهة قطبي الكرة المصرية هي قمة الروح الرياضية.